واهلا بكم مع هاي سوبر سنتر. ان شاء الله هنبدا نقدم مجموعه من الحلقات او سيريز هيبقى عنوانها كلينيكال فارماسي تابس. هنبدا نتناول فيها اهم المواضيع اللي ممكن تقابلك كلينيكال فارماسيست في الاي سي. اول موضوع هنتكلم مع بعض عليه النهارده ان شاء الله هو الجلايسيميك كنترول ان اي سي يو. ده موضوع مهم جدا وسهل وبسيط. مع بعض هنبدا نفوكس على اهم النقاط اللي تخلي بالك منها. طب ايه الريفرنسز اللي هنعتمد عليها؟ وهنعتمد على الامريكان دايابيتس اسوسيشن، هنعتمد على الامريكان اسوسيشن اوف اندوكرينولوجيست. طيب طالما بتكلم على جلايسيميك كنترول ان اي سي يو يبقى اكيد هتكلم على هايبر جلايسيميا وهايبو جلايسيميا. خلينا نتكلم الاول على الهايبر جلايسيميا. اول حاجه التارجت بتاعي للجلوكوز للمريض بتاعي في الاي سي يو يبقى كام؟ من 140 ل 180. طب يا ترى اركز مع المريض اللي انا عارف من الهيستوري بتاعه ان هو دايابيتيك بيشنت بس؟ لا، في بعض الناس ممكن المريض ما يكونش عنده دايابيتس خالص، ما فيش في الهيستوري حاجه زي كده، بس لما بيدخل عندك الرعايه بيجي له حاجه اسمها ستريس هايبر جلايسيميا. وطبعا عشان تفرق ما بين اذا كان هو كرونيك دايابيتيك بيشنت وما بين اذا كان هو ستريس هايبر جلايسيميا يبقى في انفستيجيشنز من ضمنها الاي 1 سي. خلينا نتكلم دلوقتي يعني ايه ستريس هايبر جلايسيميا. يعني زياده الجلوكوز للمريض عندي في الرعايه. ليه؟ بسبب ان بيحصل ريليز للكاونتر ريجولاتوري هرمونز، الكورتيزون، الابينفرين، الجروث هرمون. الهرمونز دي بتعلي مستوى السكر في الدم وبتعمل انسولين ريزيستنت، بلس طبعا بعض الانفلاماتوري ميدييتورز، بعض الانترلوكين، بعض السيتوكينز، بلس انت ممكن تكون بتدي المريض بتاعك بعض الادويه اللي ممكن تزود الجلوكوز زي الكورتيزون او زي النيوتريشن. اذا في حاجه اسمها ستريس هايبر جلايسيميا، زياده للجلوكوز حتى لو المريض بتاعي مش دايابيتيك بيشنت. طيب همانج حاله زي كده ازاي؟ زي ما اتفقنا لازم تحط قدامك ان التارجت من 140 ل 180، ده اللي معظم الجايد لاين اتفقت عليه. طيب التريتمنت عندي ايه؟ احنا عندنا 3 لاينز للتريتمنت للهايبر جلايسيميا. اول حاجه الاورال هايبو جلايسيميك دراج، تاني حاجه الانسولين نون انسولين لايك انجكشنز، تالت حاجه الانسولين. اول حاجه الاورال هايبو جلايسيميك دراج، يا ترى اقدر استخدمها؟ لا، ما ينفعش تستخدمها. ليه؟ لان حاجات زي السلفونال يوريا او الميتفورمين دي في ادويه كتير منها لونج اكتنج والريسك للهايبوجلايسيميا منها بيبقى عالي عندك في الاي سي. دي حاجه، بلس كمان انت مش هتقدر تعمل تايتريشن صح للدوز من الادويه الاورال علشان توصل للتارجت اللي انت عايزه، وبالتالي اكسكلود اللاين ده. بلس كمان على فكره في ادويه هتحتاج رينال، هيباتيك، دوز ادجستمنت، كونترا اندكيتد في الكونجستيف هارت فيلير مثلا زي الميتفورمين، فابعد عن اللاين ده تماما. نيجي لللاين تاني. مين اللاين التاني بتاعنا اللي هو نون انسولين انجكشن؟ ده زي الجلوكاجون لايك بيبتايد، وده برضو ابعد عنه. ليه؟ لان الادويه دي بتعمل نوزيا، بتعمل فوميتنج، بتقلل الجي اي موتيليتي، والمريض عندك اصلا في الرعايه عنده ريسك ان يكون في عنده جاستريك ستيزس، وبالتالي ابعد عن ده. اذا ما قداميش غير الانسولين. طب الانسولين ده يا هيتاخد اي في يا هيتاخد سبكتينيوس. امتى ادي اي في وامتى ادي سبكتينيوس؟ وانس الجلوكوز بتاعك زاد عن 180 ريكومند انك تدخل بكونتينوس انتروفينوس انفيوجن من الانسولين. والامريكان كولج اوف فيزيشن قالت لك لو زاد عن 200 يبقى انا 180 او 200 انا بدخل بكونتينوس انفيوجن. طيب بعد كده لو قل عن 180 او 200 والافضل 180 معظم الجايد لاين اجمعت عليها، ساعتها بتبدا تحاول على السبكتينوس. وبيبقى في فتره اوفرلاب ما بين الكونفرشن الاي في للسبكتينوس بتكون مدتها ساعتين. طيب اجي اتكلم على السبكتينيوس. السبكتينيوس ده في عندي حاجه من الاثنين، يا اما عندي حاجه اسمها سلايدنج سكيل انسولين، يا اما حاجه اسمها بيزل بولس بروتوكول. اول حاجه السلايدنج سكيل انسولين ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بيبقى زي تيبل كده الفيزيشن بيديه للنيرس، بيبقى قايل لها عند قراءات جلوكوز كذا ادي كام وحده انسولين. يعني مثلا يقول لها من 200 ل 250 ادي مثلا من 3 ل 5 وحدات انسولين وهكذا، وده بيفرق فروق بسيطه قوي في البروتوكول ده ما بين مستشفى للثانيه. طب هل ده الافضل بالنسبه لي؟ لا، نوت ريكومندد انك انت تعتمد عليه لوحده. اذا الافضل ايه؟ البيزل بولس. طب البيزل بولس ده عباره عن ايه؟ كلمه بيزل معناها ان انا بدي انسولين يكون لونج اكتنج، بديه للمريض بتاعي مره او مرتين، بنديه في الغالب مره بالليل، معظم الفورمولا بتتاخد مره، بحيث ان هو يكفر الانسولين او يكسر يكفر الجلوكوز بتاع الفاستنج عندي. يعني بدي حاجه زي اللانتوس او حاجه زي الليفيمير، دي لونج اكتنج انسولين، بديها للمريض بالليل بحيث ان هي تظبط لي السكر بتاع الصايم الصبح. دي اللي بقول عليها البيزل. اما
اما البولس فده بيبقى عباره عن 3 مرات بدي انسولين من اللي هو الرابيد اكتنج انسولين بدي قبل الاكل علشان يظبط الجلوكوز بعد الاكل. يبقى انا اديت بيزل زي اللاندوس او زي الليفيمير علشان يظبط جلوكوز الصايم، واديت من الرابيد اكتنج انسولين 3 مرات قبل الاكل عشان يظبط الجلوكوز الفطر او اللي هو بعد الاكل. وفي حاجه كمان اسمها كوركشنال انسولين دوز لو ما تظبطش معاك بالطريقه دي. طبعا موضوع كبير شرح البيزل بولس ويتقسم بيتحسب ازاي، بس رافلي كده بيبقى من 0.3 ل 0.6، وفي بعض الحالات الانسولين ريزيستنس ممكن توصل ل 1 يونت بير كي جي عادي. وبتتقسم 50% بتبقى بولس و50% 50% بتبقى بيزل و50% بتبقى بولس، وال50% البولس دي بتقسمها على الثلاث مرات اللي انت هتديها. طيب كده خلصنا كلامنا. اهم حاجه نعرفه ان انا عندي حاجه اسمها ستريس هايبر جلايسيميا، ان انا عندي التارجت بتاعي من 140 ل 180، ان انا ببدا بكونتينوس انتروفينوس انفيوجن لو الانسولين لو الجلوكوز عندي زاد عن 180، ان في عندي حاجه اسمها بيزل بولس، وفي حاجه اسمها سلايدنج سكيل. سلايدنج سكيل ما تعتمدش على عليها لوحدها، الافضل تعتمد على البيزل بولس. ده كل ما يخص عندي موضوع الهايبر جلايسيميا. نيجي لموضوع الهايبوجلايسيميا، وده من المواضيع اللي الافكت بتاعها او الاوتكم بتاعها مش كويس على البيشنت بتاعك، لانه بيزود اللينس اوف ستيت، بيزود المورتاليتي، بيزود الديسابيليتي حتى بعد الديسشارج. بنعتبر ان في هايبوجلايسيميا وانس الجلوكوز بقى اقل من 70، وسيفير هايبوجلايسيميا وانس الجلوكوز عندك بقى اقل من 40. خلي بالك البيشنت اللي عندك في الرعايه في الغالب انكونشس، وبالتالي مش هيشتكي لك من السيمتومز بتاعه الهايبوجلايسيميا، وده بيتطلب منك انك انت لازم تقيس الجلوكوز عندك كل ساعتين طالما المريض عندك في الرعايه علشان ما يحصلش هايبوجلايسيميا. وطبعا المانجمنت بيبقى جلوكوز او بيبقى جلوكاجون في الحالات السيفير. كده خلصنا اول موضوع معانا وهو الجلايسيميك كنترول ان ذا اي سي يو. انتظرونا ان شاء الله في توبيك جديد مع كلينيكال فارماسي دبس.